كان عندك تجربة جدا مميزة في طاش العودة، هذا طبعا المسلسل اللي كلنا كنا منتظرينه وقاعدين نتفرج كل حلقة من حلقاته بكل تركيز وحماسة بالتأكيد. والحلقة اللي انت شاركت فيها خاصة حلقة اللي تركز طبعا تتكلم عن المخدرات وعن الشبو تحديدا، وكيف هذه المشكلة ممكن انها تهدم عائلة بالكامل كل افرادها. احكي لنا عن هالمشاركة، وايش كان اكبر تحدي واجهته؟ أكبر تحدي واجهته، أو شيء، المشاركة كانت جداً جميلة. يعني طاش طفولة، طاش هو كان الأساس بالنسبة لنا ولا زال بالنسبة لنا الأساس. فإنه يرجع طاش العودة وتكون لي مشاركة فيه، هذا بحد ذاته يعني أنا أفتخر فيه وأتشرف فيه صراحة. والحلقة كانت تحدي لأن كان فيها رسالة، فكانت رسالة جداً مهمة، لأن الموضوع موضوعها مو بس هدم عوائل مثل ما انذكرت في القصة، الموضوع هدم المجتمع كامل. فالحمد لله توفقنا، مع أنه أنا كنت في عندي متخوف في البداية لما جاني الدور، أنه كيف الشخصية ممكن تطلع وممكن يتأثرون الناس أنهم يكرهوا بدر، أنه ما يكرهوا الشخصية نفسها، أنه بدر اللي ينكره. فلكن قبلت فيه، قلت أنه بالنهاية هذه رسالة، ما يهم أنه ينكره الموقف أو ينكره بدر بسبب الشيء هذا، وتوصل الرسالة أفضل من أنه العدم على قولتها. أكيد. يعني أنت حبيت التجربة هذه أنك أنت شاركت في حلقة أو في عمل وراء رسالة هادفة للمجتمع، صحيح؟ جداً. وهذا الشيء أكيد يعني هو يعني يحط قدامك تحدي أكبر بضرورة تقمصك للدور بشكل جداً مثالي، صح ولا لا؟ لأنه مش بس والله حبكة درامية عادية، لا، في وراها هدف. أيوة. في ذا المجتمع هو كان فيها هدف، فكان لازم الواحد كمان يتعب عليها. يعني أنا بالنسبة لي اضطريت أسوي بحث عن موضوع أنه المتعاطين الشابو كيف ممكن تكون تصرفاتهم، أو كيف ممكن الشيء هذا يأثر على جسم الإنسان للمتعاطي. فكانت بالنسبة لي تجربة سيئة أنه أتخيل نفسي بالشيء هذا، أو أني أدخل نفسي في الأمور هذه وأحس بالمعاناة اللي ممكن، أو انعدام الإنسانية وانعدام العقل في الشخص المتعاطي. فالله يكفينا الشر إن شاء الله. آمين يا رب. ما أجمل من أن يكون الفن هو فعلا رسالة ولا يكون فقط قاعدة إنشائية، وهذا يمكن شفناه في هذا العمل اللي مع الأسف بدر، أنه في حالات كثير مع الأسف حالات حقيقية، والقصة واقعية وحقيقية.